الو، اهلا بيك يا استاذه منى. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. معاك يا استاذه منى. عليكم السلام. اموريني يا استاذه منى، تحت امرك. بص، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. انا دلوقتي عملت غلطه كبيره، فدلوقتي العيله كلها ما بتكلمنيش، تمام. مش عارفه اعمل ايه. غلطه كبيره، يعني ينفع تقوليها ولا ما ينفعش تقوليها؟ اقول لحضرتك يعني انا مديت ايدي على فلوس انا ايه؟ قريبتي، مديت ايدي على فلوس واحده قريبتي، اه ودلوقتي هم عرفوا كده ومش بيكلموني. هو انا غلطت بسبب واحد يعني فضل يلعب في دماغي وكده، واخدت فلوس منهم. عشان تديهم له. وهو طبعا اول ما عرفوا كده ولا كانوا يعرفني. وانا كمان زعلان منك والله. وبعدين انت دلوقتي بقى لسه الواحد ده عارفاه ولا خلاص؟ لا طبعا، ما يعني انا اصلا محبوسه في البيت بقالي 3 شهور دلوقتي. لا يعني انت مش عارفاه عشان محبوسه في البيت ولا عشان فهمتي لا انا غلطتك؟ يعني انا خلاص مش عايزه اعرفه تاني. انا بس يعني عايزك تقول لهم يسامحوني، بس هو ده اللي انا عاوزاه. انت بتدرسي ولا خلصت دراسه؟ ما هم قعدوني من الجامعه. يا ساتر يا رب. حاضر يا منى. هما بيسمعوني يا منى؟ بيسمع حضرتك دلوقتي كله. وانت يا منى خلاص عرفتي غلطتك؟ اكيد طبعا والله، يعني ما هو اللي خلاني اعمل كده والله. وانت يعني بس عشان خليني اتكلم معاك، انا عايز اتكلم معاكي. معلش معلش استحمليني، انا هقول لهم كل حاجه والله، وسيبي لي رقمك علشان اتواصل مع اهلك بعد الحلقه. انت الشخص ده عرفتيه من الجامعه ولا من الفيسبوك ولا من ايه؟ لا ده قريبي المفروض من عيلة بابا، بس اه من بعيد شوية. وأنا كنت مسافرة مع بابا وعرفته وكده، اه قعدت أكلمه 4 سنين. وطبعا كل سنة يعني المفروض يجي يكلم أهلي بعدين ومش عارفة إيه. ويقعد يقول لك ده انت حبيبتي واعتبري نفسك مراتي، بس الظروف أيوه والحكاية. دلوقتي أصلا هيخطب بنت خالته، وأنا ده من الدراسة، ومن كنت بشتغل كمان مع الدراسة في شركة كويسة، سبت كل ده. بقالك قد ايه محبوسة في البيت؟ 3 شهور. شهر 10، من أول 10. اه 3 شهور. ايه رأيك تاخدي كمان 3 وتجدد لك كمان بعد 45 يوم، ولا كفاية 3 دول؟ يا منى ما حضرتك منى، لازم تتعلمي الدرس، ولازم تاخدي اتعلم. الدرس، ولازم تحافظي على نفسك، ولازم تخرجي وتقعدي تحت رجل بابا وماما. هما طبعا، بابايا متوفي، قاعدة مع ماما. ما هو انت عارفه حجم المسؤوليه اللي امك بتعانيها دلوقتي. ما عرفتش تربي بنتها. اسمعيني يا من اسمعيني يا بابا، ما عرفتش تربي بنتها، جوزها مات وسابها. ما هي تربيه ست، اهلكوا هتقول كده. فاصبحت امك بتتذبح كل يوم، فوجدت الحل. امك بتحبك وكل حاجه، وجدت الحل ان انا هحبسك هنا في البيت. معايا يا منى؟ ما حضرتك، بس ما حضرتك. انت تسببتي في الم لماما قبل الم لنفسك. انت متخيله المعاناه اللي ماما فيها؟ تخيل. هل ممكن اكلم ماما ولا صعب؟ نعم. ممكن اكلم والدتك ولا صعب؟ لا ممكن، بس بعد اذنك اديني ماما لو ينفع. حاضر. اتفضل. الو. السلام عليكم يا ست ام منى. اهلا وسهلا. ربنا يسترك ويبارك لك فيهم ويحفظهم. ما انا محتاره ما بين بنتي واختي، لان الفلوس دي بتاعت اختي، وده كان مشروع ابن اختي هيخش فيه، وبرده جوز اختي لسه ميت ما فيش 3 شهور. اه وهي ضحكت عليهم وقالت لهم تيجي معايا، وانا ما كنتش اعرف. فدي تاخد منهم 3000 جنيه في 3 شهور، تمام. والدين ده بقى في رقبتي. تمام. انا مش عارفه اعمل ايه مع ابن اختي واختي. طيب بصي بصي يا ست ام منى، احنا طبعا غلطنا، ومنى عرفت انها غلطت، وانتي ادبتيها ادب كويس ومنعتيها عن كل حاجه. بس مش الحل ان احنا نمنعها عن الجامعه يا ام منى. انا عارف ان ابتدى الناس يتكلموا ويقولوا لك ما عرفتش تربي بنتها وما الى ذلك. يا ريت تقعدي مع اختك وتقولي لها حقك يا اختي هيرجع لك وكل حاجه. صعبان عليا اختي، وصعبان عليا ابنها اللي كان هيعمل المشروع، وهي ما ما هو عادش يعمل. بص يا ام منى، في فرق بين العقاب وان انا اهدم مستقبلها. منى اعتبريني انا اخويا الكبير. ايوه. وسيبي لي رقمك، اي غلط عند منى بعد كده العقاب عندنا، وانا مؤيدك في العقاب، بس لازم تخلص دراستها، ولازم ربنا يفرحك بيها،
انا مش في دراستها، انا في اخواتي ان هم مش بيكلموها ومش بياكلوا معايا. انا عايشه مع والدتي، هينسى. عايشه مع والدتي ومع اخواتي التانيين اللي لسه ما اتجوزوش. احنا شكلنا وحش انا عارف وزعلانين على اختنا اللي هي الارمله اللي لسه جوزها مات. انا عارف، بس يعني معنى كده هنموت بالحياه؟ على فكره جوزها يبقى اخوها الكبير، يعني اخو جوزي اللي لسه ميت اخوها الكبير. يا ست ام منة، والدتك موجوده؟ اه موجوده. وصتي امك في الموضوع ماما محترمه بينا. نعم ماما محترمه بينا. اسمعيني بس للاخر عشان كلام العقل، ما كلنا غلطنا بس كلام العقل. وصتي والدتك في الموضوع تجمع ولادها اللي هم اخواتك وتقول لهم دلوقتي دي بنتكم وغلطت وامها عاقبتها ولازم تبقوا اخوات ولازم ترجعوا لبعض، ما احنا مش هنقطع رقبتها برضه، هي غلطت واعترفت ان هي غلطت، وبعدين اللي حصل في 4 سنين ده كان بسبب برضو انت مش متابعه كويس، انها تعرف واحد من وراكي ما حسيتيش مره ان هي بتسهر بالليل. لا هي قالت لي، وانا قلت لها انت تحرمي عليا دنيا، يعني تحرمي عليا لو انت عرفتي تاني. راحت عرفته من ورايا. يا ست ام منى دلوقتي عندنا مشكله، البنت فهمت غلطها والبنت لازم المشكله دي تتحل علشان هي لسه صغننه 18 سنه ولا بتاع، ف يعني مستقبلها مش هيوقف، عاقبناها 3 شهور وحاسبناها وما الى ذلك، وهنخليها تحت الاختبار برضه، هتجي لنا مراقبه برضه، هتيجي كده زي المجرمين لما بيخرجوا يبقى في متابعه، برضه هنعمل لها متابعه، وهنقعد لها بالساعه، محاضرتك الساعه كام؟ اتاخرتي ليه؟ هنحسسها ان احنا سحبنا الثقه منك شويه، لكن مش هنقتلها، مش هنسيبها طول العمر محبوسه في الاوضه، واخواتك اكيد هينسوا، موقف وعدى، مش هندبح بعض. ده انا هقول لك على حته دمعة سيدنا النبي مسحها، بس عشان خاطري وعديني ان انت هتصلحي الامور مع من، عشان تحس ان اخوها الكبير له تاثير. اخوها الكبير اسلام بيقول لها كده عيب وكده غلط وحرام يا منة وما ينفعش، وتبوسي ايد ماما وتبوسي رجلها وتبوسي راس اخوالك وخالاتك وتعرفي ان هم اللي فاضلينك. ربنا يبارك فيكي وفي منة. شفاعتي ماشيه عندك يا ام منة ولا لا؟ ايه هتقبلي شفاعتي لمنة ولا لا؟ طبعا. ربنا يسعدك بيها ويفرحك بيها ويرزقها باللي يستحقها يا رب العالمين. يا اخوانا يا افاضل، مش معنى اللي قدامك غلط انك تقطع رقبته، طالما جالك مسلم وقال انا غلطت واعترف ان انا ما كنتش في بالي خلاص. سيدنا عمار بن ياسر قفشوه كده هو وامه سيده سميه وابوه ياسر، الكفار قال لهم انتوا اسلمتوا؟ طيب هتشوف هنوريكم. بقوا يعذبوهم. سيدة سمية أم عمار أول شهيدة في هذا الإسلام وفي هذا الدين، قتلها أبو جهل بحربة ضربها بها في قبولها فخرجت من دبورها فماتت أمام عمار، ودخلوا على ياسر أبو عمار قتلوه قدام عمار. عمار لسه شاب صغير مش خايف بقى خلاص، فراحوا قايلين له بقول لك ايه رايك نسيبك؟ يا ريت تسيبوني والنبي عشان خاطري. قال لهم لا، والنبي مين؟ النبي مين؟ ده احنا عشان نسيبك تشتم محمد. يا نهار ابيض في الحوسه اللي احنا فيها، اشتم رسول الله؟ اسب رسول الله عامد؟ ده من موجبات الكفر ان انا اشتم سيدنا النبي. قال لهم لا طب خد، لا طب خد تاني. ف شتم رسول الله ومشي وقعد يعيط، ثم ذهب الى رسول الله. غلط عمار صح؟ غلط، بس ما كانش في وعيه. الواد الملعون ضحك على منة وقال لها هاتي لي فلوس، ومنة لانها لسه بنت قلبها اخضر ما حدش فهمها قالت لا ده السبع بتاعي لازم اقف جنبه عشان يجي يخطبني، فمش في وعيه. فعمار قال له يا رسول الله لقد وقعت فيك، خلونا اشتمك. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، فنزل قول الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنت عملت كده غصب عنك، فرح سيدنا النبي قال له سامحتك وإن عادوا فعد، يعني لو مسكوك وعذبوك تاني اعمل ده تاني. أم منة عاقب بنتك لكن في نفس الوقت ما تنهيش على مستقبلها. حلقتنا للأسف خلصت، كنت مستمتع بيكم جدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم
واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الأقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبة حرم، واسم رسول الله واسم المصطفى قسم من أعظم القسم. اللهم احفظ بلادنا وأوطاننا، واحفظ أقصانا، واحفظ قدسنا، ورد عنا يا رب العالمين شر كل ذي شر ووزر كل ذي وزر يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وجيشنا وبناتنا وأعراضنا. اللهم احفظ وحدتنا وآلف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم وحد صف هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم ميتنا ونجح مقاصدنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة وطعام الجنة وحرير الجنة ومرافقة سيدنا رسول الله في الجنة. اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. على خير نلقاكم بأمر الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل الساعة 4 عصرا في موعظتنا الموعظة الحسنة. السلام عليكم. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى، ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى، جدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة، بالموعظة